مجموعة نقدم مجموعة من المنتجات الخاصة بالدورات القائمة في المدرسة، يتميز فيها الحرفي ويتعلم فيها لمدة شهرين تدريب، بعدها يعطونهم ورش تدريب على التصميم لتوسيع مدارك الحرفي على المنتجات، بعدها يكون خط الإنتاج وهذه أبرز المنتجات عليها. حرف موجودة ومتأصلة داخل الأحساء، ونساعد فيها الحرفي على التطوير المنتجات إلى منتجات عصرية وبإمكان الجميع شرائها. عززت مبادرة بيت الحرفيين في تطوير الحرفيين، وصولهم إلى سوق العمل والتواصل الاجتماعي مع من يرغب بشراء هذه المنتجات. طبعا هو التصميم في بيت الحرفيين يهتم بثقافة المملكة وكذلك ثقافة المنطقة اللي هي منطقة النجف. طبعا بيت الحرفيين الحمد لله حقق نجاحات كبيرة من اهتمام هيئة التراث، أعطت اهتمام كبير حتى أنه بيت الحرفيين بريدة حقق نجاحات مجتمعية داخلية وخارجية طبعا والله الحمد. العام الماضي وصلنا مصر وكذلك إيطاليا. السنة اللي راحت كان يهتم بثلاث حرف، السبح وكذلك التطريز وكذلك الخشب، هذه السنة يهتم بالخوص والنوافذ والأبواب النجدية وكذلك التطريز. مركز بيت الصايغ مركز يمثل ثلاث ورش، ورشة الرواشين، ورشة الفخار، ورشة الخوص، بمقدار تقريباً 60 متدرب، 20 متدرب لكل حرفة، يتم تدريبهم على أيدي مدربين معتمدين حرفياً. بإذن الله نهاية المركز يتم إقامة معرض ينعرض فيه تقريباً 3000 منتج، 1000 منتج لكل حرفة بإذن الله. نهاية التدريب أو نهاية المركز يتم تسليم المدربين شهادات ممارس مهنة أو ممارس حرفة من هيئة التراث.